صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: على القول بوجوب قراءة سورة الفاتحة، فهل لو قرأها المصلي متفرقة في سكتات الإمام تجزئ؟ على القول بوجوبها يعني على المأموم، نعم تجزي إذا قرأها متفرقة تبعا لسكتات الإمام، هذا طيب ولا يشوش على نفسه ولا يشوش على الإمام، وتجزيه بهذه الطريقة. نعم، هذا نص عليه أهل العلم، قالوا يقرأها في سكتات إمامه. نعم.